هنبدأ تجربتنا من مصر. خد يا وانا كل يوم اجيبك من الشارع هتعمل ايه؟ وانا هسيب شغل واقعد ادور عليك في الشارع؟ انا مش هنزل تاني. مش هتنزل تاني ازاي؟ كل يوم بتقول الكلام ده. الاب يعني العطف والامان والرحمه والسند، هو اللي بوجوده بتمشي فارد ظهرك ومش خايف من اي حاجه في الدنيا. لكن ساعات بنشوف اب ما يستحقش انه يبقى اب، لان لا فيه في قلبه رحمه ولا حتى عارف يعني ايه ضنا. لو شفت اب موت ابنه الصغير من الضرب في وسط الشارع هتتدخل ولا هتقول ماليش دعوه ولا هتتصرف ازاي؟ يلا ايدك واجرعك. وانت لسه شفت حاجه؟ ده انا هموتك في البيت. والله امشي امشي قدامي. في ايه؟ هجيبك كل يوم من الشارع؟ كل يوم هجيبك من الشارع؟ كل يوم هجيبك من الشارع؟ امال ايه؟ امال ايه؟ لحظات صعبة فعلا بيقف فيها الكلام عاجز. وايه اللي خلاص؟ وايه اللي خلاص؟ هو وايه اللي خلاص؟ ايه اللي خلاص؟ يا استاذ يا استاذ ده مغلبني. ماشي بالراحة. طيب بالراحة. يلا 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 على البيت. بالراحة ده ابن. طيب يلا على البيت. بتفرج على الناس في الشارع؟ ملامحهم ووقفتهم كانت بتقول كلام كتير قوي. يا عم ده بضربه ليه؟ ايه بضربه ليه؟ طول اليوم في الشارع بسيب شغلي وبجري وراه. يعني ايه اللي بيحصل يعني؟ يا استاذ ابني ما تتدخلش بينك وبين ابني. ازاي يعني ما تتدخلش على عيل زي ده في الشارع؟ ازاي يا حرام يعني؟ يلا على البيت بالراحه. ما تضربوش. يلا بس على البيت يا عم بالراحه. ما حاجه. يلا على البيت. ابني يا استاذ. ابني ابني ازاي تعاملوا كده يا استاذ؟ بعد اذنك والله انت مش عارف ايه اللي بيحصل. يعني ايه مش عارف يعني؟ يعني مش عارف ده ايه يعني؟ بيشرب يعني ولا ايه؟ مش عارف. ساعدني ولا كلموش يا بيه؟ يا استاذ بعد اذنك انا ما كلمتكش. ايوه طفل صغير. طفل صغير يا سيدي. طفل صغير. انا ابوه. ابوك. ايوه ابوك كده. مفيش رحمه عندك؟ مفيش رحمه عندك. رد لخص كلام كتير فعلا. يا استاذ بغلبني يا استاذ. صلح سيدنا النبي. صلح سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. بس ممكن تهدى؟ انا هادي والله. انا هادي. بس تعال نقف هنا كده على جنب انا وانت شويه. والله واقف معانا. هتاخده وتمشي يا عم؟ في ايه؟ هو حد يا استاذ ده عنده درس في البيت يا استاذ وبيلعب في الشارع وصايع. الاستاذ قاعد عندي في البيت. حلو. تعالى بس. الاستاذ اللي بدفع فيه دم قلبي. بعد المدرسه لعبت كوره. طب انا بلعب كوره تيجي تلعب معايا؟ ماشي. هو بلعب كوره سواء انا معايا في الاكاديميه بدل ما انت بتضربه كده في الشارع. ايه بتضرب الناس يعني؟ مش ينفع. لا والله. طب يلا بينا خلاص يا باشا. هروح بالبيت. يلا بس يا باشا. بس يلا بس. طيب يلا بس هروح في البيت. بس ماشي بس. طب يلا يلا. مش هسيبه ابني. بجيبه كل يوم من الشارع. ايوه ماله بيعمل ايه من الشارع يعني؟ على طول صايع في الشارع. قلب الام واضح جدا في مشاعرها وتصرفها، ودي كانت نقطه تحول حقيقيه في الموقف كله، لان من بعدها بدات ردود الافعال تختلف كتير جدا. ابني ابني يا استاذ. ابني وري الطاطا. وري الطاطا. انت مين انت عشان وري الطاطا؟ حضرتك مين عشان وري الطاطا؟ مش هوريك بتاعتك. وين بتاعتك؟ بقول لك يا فندم ما تمسكوش كده. والله يا دراما. انفعال الناس كان من القلب. والله يا مد ايدي عليك. انا بقول لك والله امسكوا يا دراما. سيبوا يا بيه لو سمحت. ايه ابنك يعني؟ طب الواد هيتوه مني. الواد هيتوه مني. خلاص هنا. ايه ابنك يعني؟ ايه يعني ابنك يعني؟ ايه ابنك؟ ايه ابنك يعني؟ تعملوا كده في الشارع يعني؟ تعملوا كده في الشارع يعني؟ بس اهدى 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 اهدى. مش بتضرب. مش بتضرب ابني يا استاذ. طب اهدى. مش كده ابني بجيبه مش كده. بقول لك مفهوش كده ابني وبجيبه مش كده. بقول لك بس مع وصول الانفعال للمستوى ده كان لازم نتدخل بسرعه.